قائد الحراك كنظن خاصو يكون حكيم ويفكر في الناس اللي تيكونوا تابعين ليه قبل ما يقود بهم لشي تهلوكه او المضره ديالهم. وشكرا. عمل واحد الجرم هاد الاعمال اللي قاموا بها ديال التخريب وديال الاعتداء على القوات العموميه وديال حرمه المسجد اللي تخليه الزفزافي، ما كان سي يدخل لديك المسجد ويبقى يدير ديك التصريحات. انا في رايي الخاص انا كنحترمو وكنحترم الحركه ديال هذا ديالهم، كيطالبوا مطالب عاديه ولكن بواحد الاسلوب سلمي. التهجم من الناحيه الاخلاقيه ما خصوش يكون، لان هذاك بيت الله عنده واحد الحرمه وعنده واحد المكانه، ما خصش الانسان يتهجم بديك الطريقه. ولو يكون عندك واحد الراي باغي تقولو تقولوش بديك الطريقه، خصو يكون بواحد الكيفيه اللي محترمه. إذا تعترض على ذاك الإمام ولا ما عجبكش الطريقة اللي تيخطب بها ولا تيلقي بها ذاك الكلمة ديالو ولا ما عجبكش كاع المنهج باش غادي، كيفك تعترض عليه ولكن بواحد الطريقة سلمية، يعني ما يكونش ذاك التهجم وذاك العنف. أخي الاعتقال ديال الزفزافي في محله خصهم يعتقلوه، أنا من وجهة نظري أنايا، حيت السيد مشى باش يوقف إمام ديال المسجد ويقول ليه علاش كتدخلنا السياسة في الدين، هذاك الإمام أصلا ما عليه والو، بغيتي تحبس غتمشي انت لوزارة الاوقاف ماشي للامام. وهاد الزفزافي هذا بصفتو شكون بعدا باش يحك فهمتي يقول لنا هاد بلي كندخلوا السياسه في الدين، يقول لنا شكون هو منين جا اصلا منين. اعتقال الزفزافي لا يعد الا من بين ان الدوله وقعت فحل كانت كتنتظر هفوه واستغلت هذه الهفوه هذه ديال كما سمتها الدوله عدم احترام حرمه المسجد الى اخره لانها تلقي القبض، ولكن في قرارات نفسها فهي منذ زمن بعيد، وهي القرار هذا كانت كتلقى فقط الوقت المناسب لإلقاء القبض عليه وفقط. ربما الانسان كما تنقولوا يقدر يطلب المسائل اللي باغي والرفاهيه والعيش الكريم بما هو سلمي، بلا صداع بلا تخريب بلا فوضى، ويخلوا لان الامن واحد النعمه كبيره الانسان ما غاديش يحس بها حتى يفقدها. وكنطلبوا حتى من السلطات بانها تحاول انها تجيري هاد المشاكل بواحد العقلانيه باش ما يكونش هناك واحد انتفاضات كبيره، ونتمنوا ان هاد البلاد تكون دائما في الامن والامان والسلم والسلام. كاين الوسائل الحمد لله، كاين الوسائل الدستوريه والقانونيه والعلا هي موجوده في البلاد، اللي خص غير اللي يستعملها ويستعملها بذكاء، يستعملها بذكاء. وراه كل حاجه ماشي غير تقول بغيت وغدا غادي يقول لك هاك، راه الحاجه اللي كطلبها اليوم راه كتسد راس اللي غادي نجيبوها والامكانيات ديالها وهذه وبعد كل شيء كيتحل بالخاطر وبالمفاوضات. هناك غلط ارتكبه الزفزافي وهناك غلط ارتكبه الامام، وماشي الامام بالضبط ولكن وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه اللي جعلت بانها تدخل المسائل السياسيه دخلت في الدين، كاين دخلت الدين مع السياسه، لهذا هذا هو النتيجه اللي جعلت الامور تعقد اكثر. لولا وزاره الاوقاف ما قامت بهذه المساله هذه، الزفزافي ما يقومش بهذه المساله هذه، ولولا الزفزافي ما قامش بهذا الشيء ما غاديش يتعتقل.